تيك اتش دي عاصلمة. اليوم في تيك اتش دي باش نحكيو على ميتا اللي تعتمد التباعد الافتراضي لمنع التحرش الالكتروني في ميتافيرس. باش نحكيو زادة على ادراج انغامي رسميا في بورصة ناسداك الامريكية. نبدأ بخبرنا الأولاني ونحكيه على شركة ميتا اللي بدأت في اعتماد حد أدنى للمسافة بين التجسيدات الرسمية أفاتار للمستخدمين في شبكة أوريزون للواقع الافتراضي بعد تقارير على تحرش إلكتروني، وهي من المشاكل الشائكة في رؤيتها لعالم ميتافيرس الموازي. وعلى المنصة هذه اللي تسمح للأشخاص بإقامة علاقات اجتماعية افتراضيا، تتيح خاصية البيرسونال باوندري، يعني الحدود الشخصية للمستخدمين، لترك مساحة فاصلة بين تجسيداتهم الرمزية والعباد الأخرى. وكتب نائب رئيس أوريزون في فيك شارما أنه الحدود الشخصية تمنع أي شخص من غزو المساحة الشخصية للصورة الرمزية، وأضاف إذا حاول أي شخص التعدي على حدود الشخصية يوقف النظام الحركة متاعه عند وصوله للحد. وتجي الخاصية جديدة بعد وصول شكايات عبر تقارير صحفية وفي وسائل التواصل الاجتماعي ولا منشورات على مدونات على حوادث التحرش. وكتبت إحدى المستخدمات في مدونة على تجربتها بعد 60 ثانية من انضمامها للشبكة تعرضت للتحرش اللفظي والجنسي، وأضافت التجربة خطيرة صارت بسرعة كبيرة، وقبل ما تفكر في وضع حاجز الأمان في بلاستو وقفت عاجزة على التصرف. قال شارما أنه خاصية الحدود الشخصية باش تعمل تلقائيا كأعداد افتراضي، مشيرا إلى أنه باش يبقى في إمكان المستخدمين ضرب بقبضات اليد وإلا التفاعل باليدين. وتضم أوريزون ميزة لمكافحة التحرش تخلي اليدين متاع الصورة الرمزية تختفي كان حاولت لمس شخصية افتراضية أخرى بشكل غير لائق بحسب مؤسسها. وأطلقت ميتا منصتها للواقع الافتراضي أوريزون ووردز للجمهور في أمريكا الشمالية في ديسمبر في خطوة باتجاه إنجاز رؤيتها لعالم ميتافيرس الموازي اللي شكل برأي براء مستقبل الانترنت. واعتمدت فيسبوك اسم ميتا لشركة الام المسؤولة على خدماتها الكل عم ناول في محاولة لتخطي سلسلة فضائحها وبناء عالم افتراضي يمحي الخطوط الفاصلة بين العالم المادي والعالم الرقمي. اما منتقدي الشبكة العملاقة يخشوا من انه بعض الظواهر الجماعية اللي تلاحظت على الانترنت كما التحرش والا المعلومات المضلة ممكن تتكرر في العوالم هذه. نمشي للخبر الثاني ونحكي على شركة أنغامي منافسة سبوتيفاي في الشرق الأوسط اللي ارتفعت أسهمها بأكثر من 80% في أول ظهور لها في بورصة ناسداك نهار الجمعة بعد إنديماج منصة بث الموسيقى اللي تركز على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 220 مليون دولار مع شركة فيستاس ميديا أكويزيشن، وولت أول شركة عربية للتكنولوجيا تدرج في بورصة ناسداك. وتضم أنغامي اللي يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي أكثر من 70 مليون مستخدم مسجل وشراكات مع مجموعة سوني ميوزك، يونيفرسال ميوزك ومجموعة وارنر ميوزك. وكملت منصة بث الموسيقى اندماج عملها مع شركة فيستاس ميديا أكويزيشن وأدرجت اسمها في البورصة ناسداك تحت علامتها ANGHW وANGH، ويجي ظهورها لأول مرة في بورصة ناسداك بعد نهار واحد من تراجع أسهم سبوتيفاي في الولايات المتحدة. وتضمن الاندماج استثمار خاص في الأسهم العامة بقيمة 40 مليون دولار من شركة شعاع كابيتال الإماراتية المالية وشركة فيستاس ميديا أكويزيشن. صوت 98% من مساهمي أنغامي لصالح دمج الأعمال، وتركز المنصة في الوقت الحالي على النمو. وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لأنغامي إيدي ماران أن الشركة تطلع على تجاوز أعمال بث الموسيقى بخطط البدء إنشاء محتوى أصلي وتقديم مبادرات جديدة كما الحفلات الموسيقية دون اتصال بالأنترنت. وأضاف أنه مثل الحدث نهاية رحلة طويلة نحو الإدراج في بورصة ناسداك، أما البداية المهمة لحياتنا كشركة مساهمة عامة ترجع لمستثمرينا وشركائنا اللي خلاوا هذا ممكن، ونعتقد أنه جهودنا تمثل فرصة للجماهير في المنطقة والملايين الأشخاص حول العالم. وتأسست المنصة في عام 2012 في لبنان من قبل إيدي ماران وإيلي حبيب، وكبرت باش تصبح أكبر منصة للبث الموسيقى في الشرق الأوسط. وأنشأت أنغامي مقرها العالمي ومركز البحث والتطوير في أبو ظبي في عام 2021 كجزء من شراكة مع برنامج الابتكار التابع لمكتب أبو ظبي للاستثمار، كما أنه عندها مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض. وتعمل أنغامي مع برشة شركات محلية لإنشاء ليست دولكتور من جميع أنحاء المنطقة، كما أنها تتفاوض على التراخيص مع العلامات التجارية الدولية الكبرى. وعند أنغامي 72 مليون أغنية في مكتباتها و75 مليون مستخدم مسجل، بالإضافة إلى 40 من شركاء الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأدى نمو أنغامي ونجاحها وخاصة في أسواقها الثلاثة الأكبر مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لدفع الشركة باش تصبح قوة دافعة في تشكيل أعمال الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كانت هذه تيك اش دي بالنسبه لليوم. تابعونا ديما على الباج فيسبوك راديو ميد تونيزي ولا على السيت نتاعنا www.radiomedtunisie.com. احنا نتقابلوا غدوه في تيك جديده والمشوار يتواصل مع علي في اخر النهار. تيك اش دي.